تابع مباراة كرة قدم مثيرة جدا. يا ترى ستكون من ضد من؟ سوف نرى ذلك. ننتظر وسنرى. سنختار المانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان. طبعا مانشستر يونايتد الذي فيه كريستيانو رونالدو الدون و باريس سان جيرمان طبعا الذي فيه نيمار وميسي ومبابي في الثلاثي مدمر شكل الله على كلها. ضربة الجزاء ونشوف ثمرة النار. متحمس يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. اليوم ستشاهدون المباراة بين مانشستر يونايتد بين الريدز وبين باريس سان جيرمان. طبعا هي بداية المباراة. نار يا حبيبي نار. مباراة نار خطيرة خطيرة جدا. الاحتفالات والأجواء مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش معقول. نلاحظ أصوات الجماهير في المدرجات في كل مكان. نعم هذه هي الروح القتالية والرياضية أعزائي المشاهدين. شاهد وقوف اللاعبين الفريق مانشستر يونايتد. هنا الآن نرى تشكيلة فريق مانشستر يونايتد. أمامكم شاهدونها على الشاشة. نشاهد تشكيلة فريق PSG ونشاهد حماس اللاعبين في أرض الميدان وضربة البداية تبدأ. أعتذر ضربة البداية. الكورة مع مانشستر يونايتد الآن. رفايل فران يعطي الكرة لماكيرو. أدريان يعطيها لبن مساكي ومساكي عرضها ورفايل فران ياخذها. أليكسيس تيليس يعطيها لكريستيانو رونالدو. دون يمين مراوغ خطيرة جدا. ويعدي ويعدي ويوزع الدون تخرس لكن أوت. يلا تفاني تفاني على فاول حتى ما تسبب ولكن الشهر الصالح في السجن صالح لمانشستر يونايتد. كرة مع تفاني يسدد ولكن حتى ما تقطع الكرة. مكتمني كرة خطيرة تعود مرة ثانية ولكن لا. مكتمني يعطيها لسانشو. سانشو يعطيها لكفاني. كفاني يحاول يهرب يهرب هرب هرب موسع ولكن الكرة خارج الميدان. والضربة الرقمية لصالح مانشستر يونايتد. نشوف فرنانديز
حاول عرضها وشوف لكن كان بفاش يتغلط وحاول يطلعها والكرة أوت ورمي التماس لصالح البي اس جي والآن الكرة مع البي اس جي يحاول يهرب لكن لا فريق مانشستر يونايتد في الخطأ في الأمام كافاني كافاني حاول من هبلية سانسون سانسون يعطيها عرضية من دون وزع لكن كرة خطيرة كرة أوت طبعا كأنك حوالي أربعة من كيلو نفس شوف في الإعادة كريستيانو رونالدو سددها ولكن كرة أوت نشوف الكرة ركنية مع فرنانديز يحاول يعرضها وزع مكتملي محمد شوف محمد شوف وين مسكة ولكن اتصدى البي اس جي يحاول يشوف ولكن لم يتماس أوت لصالح مانشستر يونايتد الكرة الآن مع مكتملي حاول يشوف مرة ولكن مقطوع من البي اس جي الآن الكرة مع البي اس جي مقطوع ولكن سانشو سانشو هرب 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 سانشو يوسع لا 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 خطيرة مرة مرة بسرعة مع الحارس ولكن لا الحارس يقول لا الدور طبعا اعزائي المتابعين متعصب جدا والكرة الان عن في الزو مقطوعة الان الكرة مع مانشستر يونايتد وجول جول 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 الكرة الآن مع البي اس جي بعد أن سجلوا هدفا أسطورة نشوف الكرة مقطوعة من مانشستر يونايتد يعطيها لكفاني ويسدد وخطيرة جول لا 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 يا كفاني يا مثل ما نشوف في الإعادة يحاول يشوط في كفاني والكرة تهز الشباك وهو الآن كفاني يحتفل بالهدف نعود مرة أخرى متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء الآن الكرة مع مانشستر يونايتد الكرة الآن مع بي اس جي يحاول يمر هرب شد شد لكن الآن الكرة مع مانشستر يونايتد يحاول يطير في المنطقة الإسبانية يهرب ولكن تأسيف في التقدم حاول يقطعها كرة أما تأسيف الكرة الآن مع مانشستر يونايتد حاول مرة بينية لسانسو سانسو سدد تسلل تسلل واضح تسلل جد واضح على اللاعب و تسلل الوضع مثل ما نشوف أعزائي المشاهدين تسلل على كافاني كرة خطيرة ما كانتش تمر على الدفاع لكن تسلل كرة الآن مع بي اس جي يحاول يكرهها لمانشستر يونايتد تطلع كرة أوت كرة أوت لم يتماس لصالح البي اس جي فأسير حاول يتقدم للأمام ولكن هالأرض مرة أخرى لم يتماس كرة الآن عن فأسير حاول يعطيها يتقدم لكن لا مانشستر يونايتد في التقدم للأمام سانشو سانشو يحاول يعرضها لكفاني يوزع كفاني ولكن هالأرض ضربة مرمى ضربة مرمى أسير المشاهدين مشاهدينا الكرام الكرة الآن مع البي اس جي و مين وراح حاول
لما تكون الموضوع يتقدم ويتلعب الطعم من مانشستر يونايتد. يقطعوا الآن مع PSG، يقطعوها مانشستر يونايتد، يقطعوها مرة ثانية، يقطعوها مانشستر يونايتد مرة ثانية. يحاول يعرضها للكفاني، الكفاني يحاول يهرب، هرب يوزع ويحطها لرونالدو. الجول مش معقول، مش معقول. الدور يحط هدف عالمي. هدف خيالي. شوف طبعا، شوف العادة مشاهدينا الكرام، كفاني يعطينا مرينة يسجل، الدور يسجل ولا يستطيع ان يتصدى له كلو النفس. تبا لك يا كلو النفس. والآن نشاهد مرة، نرجع مرة أخرى مشاهدينا الكرام، طلبة البداية، والآن الكرة مع مانشستر يونايتد، تحاول يمر كفاني، كفاني يسدد ولكن تدخل بالعربي، بي إس جي، كرة أوت، وضربة ركنية، شوف بالعادة ضربة ركنية واضحة. برونو فرنانديز يحاول المرة هذه يعرضها بشكل أفضل حتى يجيبها جول، يسدد ولكن مقطوع من PSG. نلاحظ مشاهدينا الكرام مرور انتهاء الشوط الأول. مشاهدينا الكرام انتهى الشوط الأول ودخول اللاعبين إلى غرفة تبديل الملابس من الميدان. الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، الكرة الآن مع PSG يحاول يقودها لمانشستر يونايتد ولكن لا يحاول يقودها مقطوعة، يحاول يعطي PSG ولكنها أوت. ضربة مرمى، شوف كيف الدفاعية يحاول يمرر مقطوع من PSG ويسدد PSG ولكن لا مبابي. لا يا مبابي، كرة ضايعة، كرة ضايعة، وتصدي رائع من دخية من أروع ركنية لصالح PSG. يوزع ويصدها كيف الدخية من أروع، يحاول يقطعها ويصدها مرة ثانية كيف الدخية. الله عليك هدف الدخية. الكرة مع بوكبا، بوكبا يحاول يعطيها كريستيان رونالدو ولكن يقطعها المانشستر PSG. بينية عرضية ولكن ويحاول يشوتها بالراس ولكن كان الراس يتصدى بالراس. الكرة الآن قرب من التماس. الكرة مع بوكبا يحاول يعطيها كريستيانو رونالدو، رونالدو يعطيها بينية الكفاني، الكفاني يعطيها بينية ولكن مقطوعة فورا يمكن أن يحتسب الحكم، حاول مبابي نور ولكن دفع الدخان في التصدي. حاول يعطيها بينية، حاول يعرضها لكريستيانو رونالدو ولكن لا. الكرة مع PSG يقطعها مانشستر يونايتد، يمررها كفاني، مررها بينية يا سانشو، نور هرب ولكن PSG تألق وتصدى. ياخذها PSG، الكرة الآن صار PSG، الكرة الآن مع نيمار، نيمار يحاول يهرب، يحاول يوسع يشوف ولكن الكرة تصدى لها. كيف الدخية مرة أخرى؟ كرة الآن مع سانشو، وان بيساكا، كوبا، كيالا،
فاين فران مقطوعة ولكن في السي في السي نحاول نهرب في وجنا دون نحاول نهرب ولكن يتصدى مانشستر يونايتد الدور من الدور حول المرة الأولية احتفال ولكن مقطوعة لصالح في السي مقطوعة لصالح مانشستر يونايتد مقطوعة المرة الثانية احتفال يحاول مرورها بنية ولكن مقطوع الآن لصالح في السي حاول يتقدم بابي مرور حاول مرور حاول مرور جاي حاول يوسع ولكن الكرة خارج المرمى رغم ضربة مرمى مشاهدينا الكرام الكرة الآن مع مانشستر يونايتد الآن مانشستر يونايتد تتقدم ولكن رمي التماس كرة أوت الكرة الآن مع بي إس سي تحاول تتقدم تتقدم يا إمام مبابي حامل يسدد ولكن بس يحاول يسدد ولكن في التحية في التعلق كرة الآن عن فيسي مع الدور من الدور حول المرمى بانية بانية مرة ثانية من مانشستر يونايتد فيسي تقدم يمر كرة أوت ميسي من الشاهد الآن مثلا الكرام محاولة تبدو ميسي بدل الفيسي لما التماس لصالح فيسي حاول عرضها ولكن مرينا على كفاني حاول يهرب يسدد ولكن كفاني نفسه تألق يتصدى كرة الآن مع مانشستر يونايتد مقطوع لفيسي حاول يهرب ولكن يتصدى ويتألق لفيسي كالعادة يسدد تقدم يا إمام نيمار ولكن يصدها مانشستر يونايتد الكرة الآن لصالح مانشستر يونايتد أخذها بالشيء تعود مرة ثانية مانشستر يونايتد كفاية يعطيها وتقطع مرة ثانية الكرة الآن مع بالشيء نيمار يعطيها للخطية يعطيها لويستالدون يا مافينيا سدد ولكن لا جول مش ممكن شوفوا مشاهدينا الكرام في العادة وحطها رافينها هدف لصالح بي اس جي كما نشاهد في الإعادة كما نشاهد مشاهدينا الكرام اقتراب انتهاء الشوط الثاني او انتهاء المباراة اقتراب مع مانشستر يونايتد الفوز لصالح مانشستر يونايتد مبروك يا سادة لصالح مانشستر يونايتد فوز مستحق كالعادة يا سادة كما تشاهدون مشاهدينا الكرام فوز مانشستر يونايتد كما ترون على الشاشة ونتمنى مشاهدينا الكرام أن استمتعتم بالمباراة إلى أمل أن نلتقيكم في مباريات قادمة وإلى اللقاء 1, 2, 3